يوم الاثنين من الأسبوع الثاني من الصوم الكبير، نتبعك بكل قلوبنا، أتبعك بكل قلبي، وأنت تنجيني وتنصرني وتنقذني وتخلصني. أنت هو الكائن تقودني بالسحاب والنار إلى موضع الراحة والفرح. أنت تقيمني من سقطاتي وتحل رباطاتي وتستجيب صلواتي وتنصفني. أنت تملأني من حبك الذي يملأ كياني، وكلماتك تجعلها في قلبي. أنت تشفي جراحاتي وتفتح عيني وترويني من ينبوعك وتحرسني بنعمتك. أنت تنقذني من اللهيب المشتعل وتهبني صبغة اتضاعك وكأس حبك، وتملأني بإيمان الطفولة التي يلقى جميزة الإنسان العطيق وينير أعماقي، وتحل في بقوة ملكوتك وتثبتني فيك وتهبني سر القيامة الأولى. ربي يسوع، أمسك يدي وقدني بنور نعمتك، واملأني بك يا محب البشر.